بكم بنات كتيرين، لبس عليكم. نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. مرحبا بكم اليوم معي فيديو جديد على القناه، وصفه جديده البنات. المهم تنعتذر على الغياب لانني كنت عيانه شي شويه. المهم من صوتي غادي يبان لكم مغنغن، كان ضربني البرد. والمهم غبرت مع البرد وهذا، خصوصا حنايا دابا تبدلت نزل عندنا. المهم الصيف راه بدات يمشي، ما عرفتش يقدر الجو تكون في المغرب باقي سخون. المهم حنايا راه الايامات عاد بابا ومره الشتا وهذا، يعني تبدل علينا الجو وضربنا البرد. المهم البنات، اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه البنات اللي كيعانيو من جميع المشاكل ديال البشره، يعني جفاف البشره ولا التجاعيد ولا اللي عندهم المسامات مفتوحه. يعني واحد العنصر راه معروف زوين للبشره. وكنت شاركت معكم هذا الماسك شحال هادي، يعني راه فوقيت هاد البرد ملي كنت تندير الروتينات، باقي ما بديتش الوصفات، يعني كنت شاركته معكم. الوصفه ديال اليوم البنات اللي هو واحد العنصر رائع بزاف اللي هو الحمص. والحمص ماشي ناشف، المهم ناشف حتى هو مزيان في الوجه، راه كتشوفوني في الوصفات كنستعمله. وهذا حتى هو راه رائع البنات وزوين بزاف وعنده المفعول، يعني تيعطيك المفعول من الاستعمالات الاولى، ماشي من الاستعمال الاول ولكن من الايامات الاولى، يعني اسبوع من بعد الاستعمال ولا 10 ايام. كل واحد والبشره ديالو، يعني كاين اللي البشره ديالو كتفاعل دغيا مع الوصفه الطبيعيه، كاين اللي تيبغي الوقت. المهم 10 ايام 15 يوم تيعطيك نتيجه، وكاين اللي عند الاسبوع الاول تيبان الفرق وتتبان البشره، يعني تيبان الفرق. يعني ممكن ملي تبغي تبداي هذه الوصفه هذه خدي لك صوره قبل، ومنين ديري الوصفه خدي لك صوره من بعد وتشوفي الفرق، انت براسك غادي تلاحظي الفرق. المهم هذه الوصفه البنات ما كتخطانيش وديما كنديرها البنات، واخا تنغبر عليها بعد خرات تنتلها مع وصفات اخرين، تدير وصفات اخرين، ولكن هذه ما كنستغناش عليها، يعني ضروري خاصني نديرها، ما كنستغناش عليها. المهم البنات غادي نوجدوا الوصفه، ما تمشيو فين، خليكم للاخر. يعني الوصفه كاين في الروتين ولكن ما عرفتش واش غادي تلقاوها. المهم هذاك الشيء باش اختاريت انا ندير لكم وصفه باش تجيكم سهله تلقاوها. خليكم معايا ويلا نمشيو نوجدوا الوصفه. وهنا البنات غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نبدا بالوصفه. عندي هنايا الحمص، يعني هنا رطبته، يعني ترطبو على نهار، انا رطبته يومين لحقاش الغد اللي ما كان فيه اللي يدير الوصفه، يعني بقى مرطب في الثلاجه يومين ما تيوقع ليه والو، بالعكس عم تيزيد يرطب ويطحن ليا دغيا. المهم صافي غادي ناخذو غادي نطحنو ومن بعد نتلاقاو، يعني ونتعرفوا على المنافع ديال الحمص والمنافع ديال النشا ديما كنذكرها معكم، والحمص كذلك. المهم هنا عندنا الحمص منقوع ماشي الحمص يابس. هنا عندي واحد الاناء يعني معقم، ديما تنقول لكم عقموا الاناء اللي بغيتوا ديروا فيه، يعني اي وصفه ضروري تعقم بالماء والخل ما طايب باش هكذا الوصفه كدوم لينا، خصوصا بحال هاد الوصفات هادو، خصوصا هادو اللي كنخلي في الثلاجه وتنبقاو نهزو منهم، يعني كل نهار تنهزو منهم نستعملوهم باش يدوموا لنا مده اطول، ما كتغير فيهم لا ريحه ما كيغملوا ما والو. هنا عندي النشا، المهم تبقى الكميه يعني عينكم ميزانكم. هنا عندي واحد تقريبا جوج معالق كبار ديال الحمص، غندير واحد المعلقه كبيره ديال، المهم درت ما عبرش واحد المعلقه كبيره ديال النشا ولا مايزينا. صافي غادي نخلط مزيان، غادي نحاولوا نخلطوا حتى ترجعوا على شكل كريمي ونتعرفوا على المنافع ديال الحمص. بالنسبه للفوائد ومنافع الحمص البنات، فهو تيعالج لنا جميع المشاكل الجلديه اللي كنتعرضوا ليها، وتيعالج لنا عاوتاني البطور وحب الشباب، وتيساعد لنا الجلد على يعني تيتخلص لنا الجلد من شعر الوجه، وتيحافظ لنا على البشره وتجعلها يعني اكثر شباب، وتقاوم لنا التجاعيد والخطوط اللي كتبان في الوجه، وتبيض لنا البشره، وتخلص لنا من الاسمرار يعني اللي تكون يعني تتسببوا لك الشمس ولا، وتفتح لنا ديك الكحوليه اللي تتكون في حب الشباب، يعني كاين واحد حب الشباب تتكون فيه الكحوليه، تفتح لنا هذيك الكحوليه اللي تتكون فيه وتخلص لنا من داك الحبوب وداك الاثر ديالو. بالنسبه للنشا البنات، يعني منافع كثير غادي نحاول نقولها بالزربه، يعني نختصر لحقاش ديما تنذكرها وما غيبقاش ليا الوقت هنا في المونتاج. فهي تساعدنا على تفتيح البقع الداكنه اللي تتكون في الجلد، ولان النشا فيه فيتامين ا وفيتامين ا، وتقلل لنا من ظهور حب الشباب لان فيه الزنك، والزنك تيحارب حب الشباب وتعزز لنا صحه الجلد، وتساعد على ترطيب البشره لانه فيه فيتامين بي واحد وفيتامين بي جوج، تيحسن لنا بنيه ديال الجلد، يقلل ظهور التجاعيد. البنات انا رجعت لكم، شعلت داك الضو باش يبان شويه، يعني باش تبان شويه الاضاءه مع راه 7:30 هادي، واصلا مابقاش النهار نهار طويل، يعني في الاول كان ما كانش طاح الظلمه دغيا، شويه دابا راه دغيا ولا
ولا تيودن المغرب مع ديك التمنية كاك التمنية وقسم. المهم الوصفة ديالي من بعد ما وجدت هي هادي، ها نتوما شوف كي تجي، ما تجيش جارية ما تجريوهاش باش ما تبقاش يعني ديرونجيكم تبقى غادة وتسيح ليكم، وما تقصحوهاش تاني. المهم الماسك تيجي بين وبين، ديروا عينكم ميزانكم كما شفتوا، درت تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الحمص ومعلقه كبيره ديال النشا. بغيتو تزيدوا يعني عم ما تكونش جاريه باش ما ديرونجيكمش. صافي ها نتوما وجهي راني غاسله وما دايره والو، درت قماش قبيله يعني مشربت قماش ساهل، درت ديال السكر والعسل، ممكن دير ديال القهوه حتى ديال القهوه تيعجبني بزاف، القهوه والعسل ولا القهوه والزيت البلديه ولا الزيوت الاخرى يعني زيت اللوز ولا زيت الكوكو، ولا تجمعوا ديروا بين القهوه والعسل وزيت الكوكو ولا زيت البلديه، يعني ماشي ضروري خاصها تكون اكسترا فيرجين يعني ما تكونش فيها الملحه، ولا تبخروها بحال هذيك ديال المغرب ديروها تبخر شي شويه يعني ديروها في بان ماري حتى تتحيد منها الملحه وديروها لوجهكم. المهم غادي نطبق معكم الماسك، التطبيق ديالو يعني عادي، تتغسلوا وجهكم مزيان، ولا ما كنتوش دايرين قماش ديروا قماش باش هكا داك الجلده الميته ولا داك الخلايا الميته تتحيد، وتطبقوا الماسك بشكل عادي، شوفوا القوام ديالو كي تيجي وتديروا حتى تحت عينيكم. عرفتوا البنات بالنسبه للماء ديال الحمص راه كنديرو لتحت الهاله السوداء، عرفت راه دقه بطله اصلا الحمص مزيان الهاله السوداء، الحمص يابس وهذا الماسك حتى هو تيحيدو، ولكن الماء ديالو مع تندير الماء منين ترطبو تنشد الماء يعني داكشي الماء ديال الحمص، وتبقاو ديروه حتى الا بغيتو ديروا الحريره ولا ترطبوا الحمص الكسكس ولا هذا، هزوا الماء ديالو وتبقاو تمسحوا به وجهكم، راه تيعطيكم واحد النضاره واحد البياض ما نعاودش ليكم، وتحت عينيكم راه دقه بطله الهاله السوداء. بالنسبه للناس البنات اللي كيعانيو من الهالات السوداء راه الماء ديال الحمص دقه بطله، وجربوا غتردوا عليا يعني جربوا وغادي تشوفوا الفرق، تبقاو ديروا الماء ديال الحمص للهالات السوداء وهذا الماسك حتى هو نديروه لتحت عيني. صافي غادي نطبقوا على وجهي بشكل عادي، غادي نطبقوا على وجهي بشكل عادي ونخليه حتى تينشف يعني ما بين 20 دقيقه 25 حتى تينشف حتى تنحسوا بينشف، وغادي نغسلوه. انا ما غاديش نخليه 20 دقيقه، كما تنقول لكم ديما الوصفات تنفضل انني نديرهم نكون مرتاحه ويكونوا الدراري ناعسين وما نبقاش نهضر، لحقاش الماسك شنو هو ديريه وما تبقيش تهضري. صافي كنطبقوه على وجهنا بشكل عادي، عرفتوا البنات يعني داوموا على هذا الماسك، غادي تنساو شي حاجه سميتها الفوندو تان ولا شي حاجه سميتها الماكياج، ولا انا الماكياج راه ما عنديش معاه، راه كتشوفوا وجهي ما عنديش مع الماكياج حتى دابا، وما دايره والو، دايره عا ماسكارا اللي دايره وصافي، وشويه العكر الفاسي الفم ديالي هادشي اللي دايره، الماكياج ما عنديش معاه يعني الماكياج تيخرج على الوجه تيدير المسامات تيخلي ملي تيبقى في الوجه بزاف تيخرج لك الحبوب تيدير حب الشباب، يعني لحقاش يدخل في دوك المسامات. الواقي الشمسي اللي ضروري منه كنديرو يعني هو اللي كندير، والمرطب يعني مرطب اللي كندير صافي، يعني داكشي ديال الفوندو تاع داك التخربيق اللي كان عندي معاه وداك الفراج وداك التخربيق. صافي البنات تنديروا الوجه كامل، وبالنسبه للجسم ديالكم ممكن ديروه حتى الجسم ديالكم ملي تبغيو تعوموا بحال هكا وديروا تطبقوا على الجسم ديالكم، ولا هكا ملي تكونوا في الدوش ديروا الجسم ديالكم اي بلاصه بغيتوا ديروها راه تنقي وتبيض تيوحد اللون. المهم فوائد كثيره راني ذكرتها معكم ديال الحمص وديال النشا ديال المايزينا. صافي البنات غادي نخليوه ينشف ونتلاقاو من بعد ما نغسل وجهي ونتلاقى معاكم. وهنا البنات من بعد ما نشف لي الماسك صافي مشيت للدوش باش نغسلو، اول حاجه ماشي غادي نغسلو بالماء، غادي عندي هنايا ورق المطبخ غادي نسردو شويه بالماء وغادي نمسح الماسك هو الاول. هاد الطريقه البنات زوينه يعني ما كتجلخيش الدنيا، وفي نفس الوقت يعني بحال كديري قماش لوجهك، يعني زوينه الطريقه كنديرها في بزاف ديال الماسكات خصوصا بحال هادو ولا ديال البيض ولا هذا، يعني ما كتجلخش الدنيا في نفس الوقت بحال كندير الماسك بحال كندير عفوا القماش لوجهي. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نحيدو كامل عاد باش من بعد نغسل بالماء.
نغسل بالماء شويه يكون دافي، ومن بعد عاد باش الماء بارد. المهم انتم غادي تبقاو معايا، دابا راه بقيت نمسح فيه وغادي نغسل بالماء يكون دافي وما بارد من بعد. المهم هنا من بعد ما غسلت عرفتوا البنات واحد النضاره، ما عرفتش واش باينه لكم، ما عرفتش واش باينه في التليفون. المهم واحد النضاره، واحد البياض، واحد الرطوبه ما نعاودش لكم، جربوا البنات ولا ما غادي تندموا. المهم هنايا عندي التونر ديال القشور ديال الهنديه، راه مشاركه معكم كاين في القناه. المهم كنت دايره راه كثرت منه شي شويه لحقاش كنت عندي الهنديه كثيره، والمهم ملي تنقشرها ما كرميهاش صافي، ودرت التونر ديال الهنديه. المهم راه كاين في القناه، تقدر نخلي لكم، المهم نقدر نخلي لكم الرابط، ولا ممكن ترجعوا للفيديوهات القدام راه كاين وزوين البنات، فهو تينظف لينا وتيعقم لينا الوجه. صافي هنا غادي نمسح بشكل عادي، ومن بعد عاد باش ندهن من مورا، يعني من مورا التونر تدهنوا باللي بغيتوا بالزيت، يعني بزيت اللوز ولا الزيت اللي كتفضلوه بالليل، ولا الكريم اللي كتفضلوه اللي كيعجبكم كتلقاو عليه راحتكم. كل بشره، ويعني كاين البشره الدهنيه والبشره الحساسه والبشره العاديه، كل بشره وفاش ترتاح. المهم شوفوا البنات هنا راه ما دهنا ما والو، شوفوا النضار اللي كتبان البياض. هذا هو الفيديو ديال اليوم، راني باقي ما دهنت ما والو. المهم غادي نمشي ندهن ندير مرطب وصافي. نتوما دهنوا باللي عندكم، يعني اي حاجه كتفضلوها، مرطب اللي عندكم اللي كتفضلوا، ولا زيت اللوز هكا بالليل ديروها، ولا اي زيت، زيت الكوكو، ولا المهم اي زيت كتعجبكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساونيش من لي لايك باش دعموني وتشجعوني ندير معكم وصفات. شحال من خطره تنبغي ندير شحال من وصفه، ولكن ما تلقاش تشجيع، يعني تنلوح فيديو ما تيتشافش، يعني البنات ما كنلقاوش الدعم، ما كنلقاش التشجيع، داكشي باش ما تنديرش وصفات اخرى. عندي وصفات كتير بزاف ويعني مجربه مني شخصيا، فلهذا يعني ما تنساونيش من لي لايك. وغادي نبقى نكتب لكم وصفات بالنسبه للبنات اللي تيبغيو يستافدوا ما عندهمش الانترنت، غادي نبقى نكتبهم يا اما في صندوق الوصف يا اما في اول تعليق ونثبتوا. وبسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.